لو انت مش موظف او ما عندكش دخل ثابت وما عندكش اي ضامن ومش حيلتك غير شقتك وعايز تجيب بضمانها قرض تفتح بيه المشروع اللي بتحلم بيه، يبقى الفيديو ده ليك. لو عايز تعرف كل التفاصيل بتاعه القروض اللي بتقدمها البنوك بضمان الشقق السكنيه والقروض بتوصل لكام، شوف الفيديو ده للاخر. بانكير نبض البنوك. طبعا كلنا عارفين ان الغالبية العظمى من طوائف الشعب المصري، من موظفين في الحكومة ولا في الجهاز الاداري في الدولة، الغالبية العظمى من الشباب اما شغالين في القطاع الخاص او المهنة الحرفية او اي مهنة بيسد منها حاجته للعمل. في طائفة كبيرة كمان من الشباب عندها افكار لمشاريع كبيرة بس محتاجة راس مال كبير علشان تحقق الاحلام دي لمكان ملموس ومصدر دخل ليه ولأسرته وللناس اللي بتشتغل معاها كمان، لكن للأسف اغلب البنوك بتبقى عايزة ضامن علشان تدي العملاء القروض اللي محتاجينها. بس انا دلوقتي هقولك على البنوك اللي هتديك كارد بارقام كبيره بضمان الشقق السكنيه. البدايه هتكون معانا من البنك الاهلي المصري، واللي اعلن عن تقديم كارد لاصحاب المهن الحره والاطباء بقيمه تمويل بتوصل لمليون جنيه كحد اقصى، ومده تمويل بتوصل لسبع سنين بضمان الشقق السكنيه والعقارات. البنك الاهلي اعلن عن مميزات الحصول على قرض بضمان العقارات، واللي بتتيح للعملاء ميزه التامين على الحياه خلال فتره الاقتراض وسرعه الحصول على القرض بعد ايام من التقديم للحصول عليه. البنك الاهلي اشترط كمان العملاء اللي عايزين يحصلوا على قرض بضمان العقارات والشقق السكنيه ان يكون سنهم ما يقلش عن 21 سنه وما يعديش 65 سنه بنهايه التمويل، وتقديم صوره من بطاقه الرقم القومي بشرط ان هي تكون ساريه، كمان تقديم ايصال مرافق حديث وتقديم مستندات ملكيه العقار او عقد الايجار او صورة بطاقة ضريبية وتكون سارية ومستخرج رسمي من السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة وكشف حساب بنكي شخصي او للنشاط عن اخر سنة. ومن البنك الاهلي بنروح لبنك قناة السويس اللي اعلن عن تقديم قروض بضمان العقار، كمان بيدي تأمين على الحياة طول فترة التمويل وسهولة سداد الاقساط عن طريق فروع البنوك او الخدمات المصرفية عبر الانترنت او تحويل الراتب. اما عن الشروط اللي حددها البنك لتقديم قروض العملاء بضمان الشقق السكنية والعقارات، فهو ان يكون الحد الادنى للسن من 30 سنة والحد الاقصى للسن 60 سنة وقت انتهاء التمويل للموظفين و65 سنة لاصحاب الاعمال والمهن الحرة. البنك كمان حدد الاوراق والمسندات المطلوبة من العملاء لتقديم القرض، وهي بطاقة الرقم القومي وتكون سارية وفاتورة مرافق حديثة لآخر 3 شهور وعادة تمليك العقار. أنا أشرقة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.